إلى شبكة مراسلين في لندن وباريس وبرلين، عمر بشير وبلقيس النحاس ويمان الشواف. أبدأ معك عمر، في لندن أزمة نقص اللقاحات المعززة، ماذا يعني هذا النقص؟ هل هو عدم توفر اللقاح حاليا أم ربما هو إنذار مبكر للمرحلة المقبلة؟ نعم أحمد، هو إنذار مبكر خوفا من تداعيات مستقبلية في الفترة القريبة المقبلة. أقف هنا بالقرب من إحدى المراكز المنتشرة والمتزايدة الأعداد في عموم البلاد التي تستقبل البريطانيين للحصول على الجرعة الثالثة المعززة. هناك أعداد تأتي لأن اللقاحات والجرعة موجودة على الأقل لهذا اليوم وفي عموم البلاد، لكن ما تم هو أن إدارات هذه المراكز أطلقوا نداء يعبرون فيه عن نقص حاد في الجرعات، وعلى الفور الحكومة البريطانية قالت إنها سوف توفر 8 ملايين جرعة خلال اليومين، اليوم وغدا، أي قبل بداية العام الجديد. في حين قال ساجد جافيد وزير الصحة البريطاني في رسالة مكتوبة لأعضاء البرلمان أن السعة والقدرة سوف تتضاعف 3 مرات في شهري يناير وفبراير المقبلين لضمان تطعيم البريطانيين بالجرعة الثالثة، لأن الجرعة الثالثة هي طوق النجاة وهي الأداة الوحيدة أمام البريطانيين أو أمام الحكومة لمواجهة أوميكرون وفيروس كورونا بسلالاته المتعددة بناء على الانتشار الكبير وغير المسبوق لهذه السلالة. الحديث عن أكثر من 200,000 إصابة يوم أمس وارتفاع معدل الإصابات اليومي والتزايد في معدل الإصابات بنسبة 33%، الارتفاع يزداد ولكنه يعني بشكل واضح وكبير، ولكن الحكومة تقول أن هذا الارتفاع على مدار اليومين الماضيين لم يسجل تزايدا على غرار ما حصل في الأسبوع الماضي، وهذا بناء على أن اللقاحات فعالة. من يحول إلى المستشفيات بلغ عددهم 10,000 شخص وفقا للأرقام، ورئيس الوزراء يقول أن معظم أو 90% من الموجودين في العناية المركزة هم للأسف من الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة، لذلك دعا البريطانيين بالاستمرار في التوجه للمراكز للحصول على الجرعة الثالثة لحماية أنفسهم وحماية البلاد وحماية أهلهم، ودعاهم للحذر عند اللقاء في الاحتفالات المخصصة لرأس السنة. صحيح أن الاحتفالات في المراكز العامة وفي الساحات المفتوحة ألغيت، ولكن يبقى مسموحا اللقاء لعائلات في المنازل أو في الحدائق، لا توجد قيود باعتبارها احتفالات مصغرة تشتمل عائلتين أو 3 أو أكثر. أي أن نعم بلقيس، ربما الوضع الوبائي في فرنسا لا يختلف كثيرا عما هو عليه الحال من حيث أعداد الإصابات في بريطانيا، أكثر من 200,000 إصابة جديدة. ماذا عن الوضع الوبائي في البلاد وما هي الإجراءات الحكومية؟ يعني أحمد كما ذكرت أكثر من 200,000 إصابة، وعلى ما يبدو أنه سيكون هنالك تزايد وتضاعف بهذه الأرقام خلال الأيام المقبلة، خاصة أن كما ذكرنا هي فترة أعياد وعطلات، وبالتالي فإن الكثير من الأشخاص والعائلات يعني يتم السفر، يتم لقاء العائلات الأصدقاء في هذه المناسبات، وبالتالي هنالك أيضا عدم عمل المراكز التي مختصة في الاختبارات أو المسحة الأنف، الاختبارات المضادة المستضادة من أجل يعني معرفة كوفيد 19. هنالك يعني ضعف في هذه الفترة، وبالتالي هذه الأرقام هي من الممكن أن تكون أكثر من ذلك، خاصة مع مخاوف يعني أوليفيا فيغان وزير الصحة بأن أوميكرون المتغير الجديد يتضاعف بشكل يومي، يعني كل يومين هنالك قيمة مضاعفة للرقم الذي كان يسبقه، وبالتالي هو ليس كمتغير دلتا الذي كان يتضاعف كل 15 يوما أو 17 يوما. هنالك بالتالي كما
ذكر عاصفة وليست ذروة أو موجة كما كان يطلق عليها في السابق. لذلك من المتوقع أن خلال الفترة المقبلة أن يكون هنالك أعداد أكبر وأكبر من المرضى. ولكن ما يطمئن قليلا الحكومة هو أو كان ما يخيفها هو الأعداد في مراكز أو غرف العناية المشددة. وبالتالي اليوم بفيروس أوميكرون في النسخة الجديدة يعني يبدو أن الأعراض هي أعراض طفيفة بسيطة، يعني لا يحتاج الدخول إلى المشفى كما كانت في دلتا. دلتا أعراضها أقوى، هذا ما صرح به وزير الصحة. وبالتالي هناك تخوف من تزايد الأعداد، ولكن هنالك أيضا على ما يبدو أن الحكومة لا تريد أن تفرض يعني تقييد شديد كحظر التجوال أو الإغلاق التام أو الجزئي. لذلك هي فقط ألغت الحفلات العامة، اقتصرت الآن اللقاءات في ليلة العيد ميلاد وأيضا في ليلة رأس السنة سوف تقتصر فقط على العائلات أو بعض الأصدقاء. الاحتفالات الكبيرة ممنوعة، الأماكن يعني على سبيل المثال سوف تغلق البارات في الساعة الثانية مساء. هنالك أيضا عدد من الشرطة سيكون متواجد في باريس، حوالي 9000 شرطي لمنع أي تجمعات كبيرة أو التقاءات بين يعني أفراد أو السكان هنا الذين يريدون الاحتفال في رأس السنة. نعم يمان، ماذا عن الوضع في ألمانيا التي يبدو أنها تجاوزت مرحلة الذروة في 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 موجة أوميكرون، والأعداد هي في اتجاه تنازلي وليس تصاعدي؟ نعم طبعا هذه الأعداد لا يمكن النظر إليها بشكل دقيق لأنها تأتي في فترة الأعياد والعطل، وهذا يعني أن الكثير من المراكز قد لا توثق بعض الحالات. بل على العكس، لو نظرنا إلى التقرير الأسبوعي لمعهد روبرت كوخ يحذر بشكل شديد من أن متحور أوميكرون سيكون هو السائد في ألمانيا، وهناك قلق كبير من أن هذا الأمر قد يزيد الأعباء على الكوادر الطبية وقد يثقل كاهل الأطباء ومراكز العناية المشددة. وهذا الأمر يعود بطبيعة الحال إلى أن نسبة لا بأس بها من الناس لم تحصل على اللقاح حتى. يعني نحن لا نتحدث عن الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة التعزيزية الثالثة، بل نحن نتحدث عن أشخاص لم يحصلوا بعد على اللقاح، وهذا أكثر ما يقلق السلطات، وهذا قد يزيد الضغط على الكوادر الطبية. لذلك قد تبدأ ألمانيا العام الجديد بإجراءات أكثر من الإجراءات التي بدأت بها قبل يومين طبعا بعد عطلة أعياد الميلاد، ولكن يبدو أن الأمور تتجه إلى القلق أكثر، وربما هذا الأمر قد يجبر الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات، ليس فقط الخطة التي تعمل عليها وهي إعطاء 30 مليون جرعة جديدة، جرعة أولى وثانية وكذلك جرعة ثالثة معززة. أيضا الحديث على أن العام المقبل قد يشهد جرعة رابعة، وفي الدرجة الأولى هذه الجرعة كما تحدث وزير الصحة الألماني هي لمواجهة متحور أوميكرون. نعم وكما يقول بعض الخبراء ربما متحور أوميكرون هو أقل أعراض مقارنة مع متحور دلتا، ولكن سرعة انتشاره والأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح هذا سيزيد العبء وسيزيد الضغط على الكوادر الطبية، وهو أكثر ما يقلق السلطات هنا. نعم، شبكة مراسلين في برلين وباريس ولندن، يمان شواف وبلقيس النحاس وعمر بشير، شكرا جزيلا لكم جميعا.